بيت فني عريق، خرجت لعالم كان بالنسبة لها هو الحياة. سخرت موهبتها وإرثها الفني لتقديم الأرقى في سماء الغناء والتمثيل، فكان لها ما أرادت. فما بين الشاشة الصغيرة والكبيرة والغناء، سمون له بريقه وحضوره. ليلى، ولا طول 5 سنين وثلاث شهور وأربع أيام وعشر ساعات. الفنانة أمل سهيل عرفة. جميعاً أهلا وسهلا بكل ضيوف سوريا. سوريا اللي دائما فاتحة قلبها وفاتحة بوابها ومشرعته لكل الناس اللي بتحبها. نورتونا وأهلا وسهلا فيكم. هاي سوريا ثقافة، فن، عقل، ولسه مستقبل كتير ناطرة حلو. هاي الجائزة أنا فخورة كتير فيها، أو تكريم. أول شيء لأنه هي بلدي، إلى مذاق مختلف كتير. بدي أتشكر وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، الأستاذ مراد، شكراً كثير. بدي أتشكركم كلكم، وبدي إذا بتسمحوا لي أهديها لكل شاب ولكل صبية عملوا وصنعوا أفلام اليوم أنا شخصياً عم شوفها بعين محبة. إذا بيقبلوا مني هذا التكريم المعنوي البسيط، بس صدقوني هذا استحقاق عن عمر. شكراً.